السلام عليكم اخوتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. انا متاكد بلي بزاف منكم غادي يكونوا سامعين مكملات الطاقه او لي بري ورك اوت، ولكن ما عارفينش شنو هما السلبيات والايجابيات ديالو. بلاش بالنسبه للناس اللي ما عارفين شنو هما مكملات الطاقه او لي بري ورك اوت، لي بري ورك اوت هما واحد مجموعه من مكملات الطاقه اللي كتستعمل قبل التمرين ب 30 دقيقه على الاقل. الكثير من الرياضيين كيستعملوها باش يزيدوا من النشاط العضلي وباش يحسنوا الكفاءات البدنيه وباش يحققوا انجازات طرق غير مشروعة. كاين المئات منهم، ولكن اليوم غادي نهضر الافضل واغلى مكمل طاقة في السوق اللي هو سيفور. سيفور او سيكار هو واحد المكمل اللي خدا اكثر شعبية واكثر استعمال في العالم الرياضي. كيتستخدم في بزاف ديال الرياضات مثل كمال الاجسام، حمل الاثقال، وحتى ستريت ورك اوت. كيتضمن اقوى مكملات الطاقة اللي كتعتمد على تأمين وضخ المزيد من الدماء المحملة بالاكسجين الى العضلات، وهذا الامر اللي كيخليك تزيد في الاداء الرياضي والبدني، وايضا كيخليك تزيد من قدرة التحمل العضلي في الجسد ديالك. كنظن باللي عرفتوا شنو هما مكملات الطاقة، وهذا الشيء اللي دابا هو مجموعة الايجابيات ديال السيفور. مزيان، غادي تكونوا عارفين باللي اي حاجة عندها ايجابيات وسلبيات اللي خاصكم تكونوا عارفينهم. خليني نعطيكم بعض السلبيات ديالو. اول حاجة، ما خصكش تستخدم هاد المكملات بشكل نهائي الا كنتي اقل من 18 سنة. ثاني حاجة، بعض المرات كيخليك تشعر بالحكة والترعيدة. ثالث حاجة، يقدر يسبب لك اسهال الا كانت عندك امعاء حساسة. رابع حاجة واخر حاجة، غادي يسبب لك في غياب الراحة الا كترتي منه في الليل. وهنا غادي تكونوا تعرفتوا على السلبيات ديالو. ودابا جنبقيتي فين غادي نجرب، وغادي نشوف الفعالية ديالو خلال التمرين، ونشوف واش هادشي كامل صحيح ولا خطأ. كما كتشوفوا اخوتي، هذا هو السيفور اللي تحدثنا عليه في الفيديو. ودابا غادي نوريكم الطريقة ديال الاستعمال ديالو. أول حاجة كناخذو منو سكوب، يكون عندنا الماء هنايا 4 لتر ديال الماء. اخوتي كنخويو هنايا، ومن بعد ما خويناه في الماء غادي نحركوه. كما كتشوفوا هو، ودابا غادي نشرب منه شويه وغنتسنى واحد 30 دقيقه عاد نبدا التدريب ديالي. ودابا اخوتي دازت المده ديال 30 دقيقه، دابا غادي نبدا التدريب. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على جميع المعلومات وجميع الشعور اللي حسيت به في النهايه ديال التمرين وفي الوسط ديال التمرين.
غادي نكون ساليت الحصه ديالي. دابا غادي نقول لكم شنو نغطوا ديال السيفوا او المونتيطاج خلال التمرين. اول حاجه كيخليك موقت في الوقت ديال التمرين وما كيخليكش تشعر بالعياء. ثاني حاجه كيخليك تطول في الفتره ديال التمرين وهادشي اللي كيساعدك باش تزيد من المستوى ديالك. ثالث حاجه الا كنتي كدير كمال الاجسام فهو كيساعدك في تسرب الدماء في العضلات وهادشي اللي كيخليك تبومبا دغيا. واخا هادشي كامل فيه شي حوايج اللي ما عجبونيش هو انه كيخليك تعيش بواحد الوهم وكيخليك تشعر بلي انك وصلتي لواحد المستوى اللي نتا اصلا ما واصلش ليه. وهادشي اللي كاين اخوتي. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ونتمنى تكونوا كاملين استفدتوا. يلا اخوت تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد.